السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم متابعي الديوانية الحادي عشر، موعدكم المعتاد لمناقشة أبرز القضايا والأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية وكذلك المناشط والاستضافات التي تستضيفها المملكة. نحن معكم اليوم من الحادي عشر حتى الثاني عشر والنصف لمناقشة أبرز هذه المواضيع. اليوم اختتمت الجولة 18 من دوري أو من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بمباراة وحيدة جمعت ضمك والهلال، وكذلك تعليقا على تبعات الأحداث فيما يخص مباراة البارحة ما بين النصر والشباب، وكذلك الكثير من القضايا التي ستكون معكم إن شاء الله في الدقائق القادمة. بداية كالمعتاد أرحب بضيوفي هنا للتعليق على أحداث هذه الحلقة. أرحب مع حفظ الألقاب بمساعد العبدلي، حمد الدبيخي، ومحمد البكيري، الدكتور محمد الناصر، وفيصل الجفن. قبل البداية يسعدنا تواصلكم الدائم معنا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وذلك عبر حساب القنوات الرياضية السعودية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي. كذلك يسعدنا مشاركتكم معنا في هاشتاغ الديوانية الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. البداية كالمعتاد بآخر الأخبار من الديوانية. كسب ضمك ضيفه فريق الهلال بهدف دون رد في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل ضمك للنقطة 16 في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 33 في المركز الثالث. طالبت إدارة نادي النصر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان أصدرته اليوم بالتدخل في الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية نتائج الطعون، كما أعلنت القوائم النهائية للانتخابات المقرر إقامتها في 23 من فبراير الحالي. أكد مهاجم فريق الفيصلي جوليو تافاريس في لقاء خاص مع الديوانية أن التحكيم في الدوري السعودي حتى الآن يعد منصفا وعادل، ولكنه يعاني فقط من سوء استخدام تقنية الفار. هذه أبرز الأخبار في تفاصيل هذه الحلقة، أيضا تفاصيل لهذه الأخبار، ولكن دعونا نذكركم بجدول الترتيب. مع نهاية الجولة 18 الشباب يتصدر الدوري ب 38 نقطة، يليه الأهلي ب 34، الهلال 33، والاتحاد رابعا في النقطة 29. خلونا نقول أنه جدول الترتيب في صفحته الثانية هناك سيكون تقارب كبير بين الفرق تحديدا على المتنافسين في البقاء أو الهاربين من القاع. عندنا العين ب 13 نقطة في المركز الأخير، قدامه ضمك ب 16، الرائد عنده 19، الباطن 20، الفيصلي 20، والفتح 22، وأبها 24. في الموسم الماضي في ذات الجولة من غادر الدوري، نتحدث عن الحزم والفيحة والعدالة، كان لدى الحزم 22 نقطة، وعندنا كان الفيحة عنده 21 نقطة في الجولة 18. لذلك من المتوقع أن يكون أيضا حضور الأندية في الجولات القادمة الهروب من الهبوط أو البحث عن مكان دافئ في هذا الدوري، سيكون الصراع مشتد ليس فقط على الصدارة. أذكركم أيضا بهدافي الدوري حتى الآن وترتيب الهدافين، يصدرهم الهداف الهلالي غوميز ب 12 هدف، حسن العمري وجوانكا ب 11 هدف، جوانكا للشباب وحسن العمري للقادسية، فابيو وكارلوس كلاهما ب 10 أهداف. اليوم ضمك تغلب على الهلال بهدف مقابل لا شيء، نتذكر معكم هدف هذه المباراة بصوت الزميل عبد الله الحربي. الهلال استحواذه كان يقرب من مرمى ضمك أكثر، ولا الكرات المرتدة كانت تشكل خطر أكبر بالنسبة لضمك على مرمى الهلال. ركلة ركنية لضمك على يسار حارس المرمى، الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء وبالرأس، الله، ضمك يتقدم أخيرا في شوط المباراة الأول، وأخيرا يحضر الهدف الأول في المباراة. ضمك سيد الكرات الثابتة في مسابقة الدوري.
مبارك لضمك، لإدارة الفنية، للاعبيه، لمحبيه، لجماهيره، لسمو أمير المنطقة الذي زار الفريق في التمارين والتدريبات الأخيرة، أملا في أن يبقى صوت الفريق في الدوري وليس الانتصار في مباراة. هارد لك للهلال، لإدارة الفنية، للاعبيه ولجماهيره. أبدأ معك أبو عبد الله. فنيا كيف كسب ضمك الهلال كون الترشيحات دائما في صالح الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك طبعا للفرق اللي فازت في الجولة هذه، وهارد لك للفرق اللي خسرت. بالنسبة لي المعطيات اللي شفناها في المباراة، أو عطفا حتى على المعطيات السابقة، أنا أعتقد أن الضمك يعني يستحق الفوز، لأنه لعب من أجل الفوز، من أجل يقدم نفسه، في روح، في عطاء. لكن في المقابل هناك فريق لعب باسمه فقط، اللي هو فريق الهلال. وانت لا تنسى ان في الفترة الأخيرة في دروب كبير على مستوى الهلال، على مستوى الأفراد، فبالتالي كانت فرصة عظيمة جدا لضمك، ان ايضا هو استشعر او قرأ النتائج السابقة للهلال على مستوى على الأقل 13 مباراة الأخيرة، فواضح انه هناك يعني مش الهلال اللي يخوف، فضمك استغل الفرصة. فريق ايضا يعني خلال الدوري يتميز بالكرات الثابتة، عنده لاعبين طوال القامة، ما يسجل إلا أغلب أهدافه طبعا 90% من الكرات الثابتة. ضمك طبعا لو جينا كمقارنة على مستوى الضغوط، أنا أشوف الضغط الكبير كان على المفروض على الهلال، على اعتبار أن الدوري ما زال في تذبذب بالمستويات، فوارق النقاط، أنه يرجع، لكن ما زال في الدروب الكبير اللي حصل في الفريق. مبروك لضمك، وأعتقد أنه من صالح الدوري الآن. ذكرت الجدول، عدد كبير في القمة يتنافسون، وهذا جيد جدا في الجولة 18، وعدد أيضا كبير في المؤخرة يتنافسون، مما يولد إن شاء الله صراع في القمة والقاع، من صالح الدوري، من صالح المشاهدين والمتابعين. اللي فاز على الهلال أبها قبلها قال لك أنا كان عندي دروب بسبب الفرحة، عبد الرزاق الشابي. اليوم ضمك حتى يستثمر هذا الفوز ويجلب فوز، فوز هذا ليس غاية الفريق، وإنما غاية أن يبقى في هذا الدوري، شلون ممكن يستثمره؟ والله شوف، أبها بعد فوزه على الهلال أيضا لا تنسى أنه خسر 4 في مباراة الأخيرة مع اتفاق، وما زي ما قلت لك يعني أغلب الفرق كلها عندها تذبذب واضح في المستوى، يعني ما إلا إذا استثنين الشباب في الفترة الأخيرة كحاجة استثنائية، أنه قاعد يحقق نتائج إيجابية ومستويات أيضا متصاعدة. الفريق الواحد الثابت كان في بداية الموسم إلى الجولة السابعة اللي هو الهلال، واللي كان مختفي النصر، واللي خرج بعدين النصر، اللي كان عودة الاتحاد بعد سنوات، يعني في فرق تقلبت على وضعها، على ربما بعد حتى فترة الإعداد، اللي أغلب الفرق الآن تنادي أنها ما كان في فترة إعداد، وأنا أختلف معهم درجة كبيرة، هذا عذر البليد. فترة الإعداد كانت فترة العودة، تعتبر الست جولات فترة إعداد للفرق، مو لازم إعداد أني أروح معسكر. الحاجة الوحيدة اللي تأثر بس هي زي ما ذكرت كثيرا، اللي هي جائحة كورونا، على اعتبار بعض الفرق تأثر باللاعبين. على العموم أنا أتمنى التنافس هذا يستمر إلى الجولات القادمة، لأن زي ما قلت لك في صالحنا، بغض النظر من يهبط ومن يحقق الدوري. جميل. فيصل، تعليقك على المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كانت مباراة أنا أعتقد أنها غير متوقع نتيجتها، لكن بالبداية مبروك نادي ضمك وهاردك نادي الهلال، ليس استنقاصا ولكن لفرقات بين الفريقين، يعني الهلال ينافس على المراكز الأولى وضمك للهروب، فتعطي الأفضلية لنادي الهلال. لكن يعني خلي المباراة على جنب، وتكلم في أحوال نادي الهلال. هي أحوال يعني ما حد يدري وش اللي صاير، يعني ما أتوقع أنه أحد يعرف أنه الخلل وين بالضبط ويصلحه. يعني إذا جينا مثلا في بعض المواقف تكون مشكلتك واضحة، لكن في الهلال أنا أعتقد أنه إلى الآن غير واضحة، وعندي شواهد كثيرة تجعل المتابع محتار يعني من هذا الموضوع. إن قلنا رزفان، فرزفان يعني في فترة قريبة، يعني ما أنا بقول لك من فترة طويلة، إلى فترة قريبة كان يجد الإشادات، قبل ما حصل بعد كورونا، بعد آسيا، تداخل البطولات اللي تأثرت كل الأندية.
اللاعبين قبل كورونا غير اللاعبين بعد كورونا. أنا أتكلم اللاعبين حتى الأجانب، السعوديين قد يكونون هم اللي مؤثرين الآن في الهلال، لكن علامة الاستفهام على اللاعبين الأجانب. الاستقطابات مثل فيتو إلى الآن مو موجود يعني في الملعب. طيب هل هذه إذا جمعت كلها تسبب ما يحصل للهلال؟ أنا أقول نتاج طبيعي لنادي الهلال. ليش الواحد يقول هذا الكلام؟ لأنه يتذكر حوادث كثيرة سابقة تصل القناعة بأنه المدرب هو العلة، وينشال المدرب وتستمر العلة. فأنت ما ودك تمارس نفس الأخطاء، يعني ما ودك تتكلم في أشياء مجربة سابقا وثبت بأنها ليست هي الخطأ الأساسي. اللاعبين أنا أحملهم أشياء كثيرة، يعني مثل يعني مثل غوميز واضح، كاريلو واضح، يعني وضوح 180 درجة الفروقات، وليست فروقات يعني مثلا مباراة والمباراة الثانية يؤدي. كاريلو من بعد آسيا، أو بالأصح من بعد ما حضر من منتخب بلاده بعد آسيا، جانا شخص آخر صراحة. فهذه هل هي تؤثر؟ أكيد أنها تؤثر. طيب إذا اجتمعت كاريلو مع غوميز مع اختفاء جوفينكو مباريات ويرجع وتتغير التشكيلة، هل تؤثر؟ أيضا تؤثر. طيب ليش أحملها كلها رزفان؟ ليش الآن الحملة بأنه كل المشكلة رزفان؟ يعني مو من بقية هالي عشان أدافع عنها، لكن في منطق في الموضوع. وان قال هذا الكلام على فيتوريا، أنا من الناس اللي قلت أقول المشكلة ليست فيتوريا، لأنه قبل أشهر قليلة كان يقدم كرة ممتعة مع نفس هذه العناصر. طيب تغير وابحث عن السبب. دائما نقول أنه في أسباب غير مباشرة تتسبب فيما يحصل في الملعب. هل الإدارة لها دور؟ أنا أقول إلى أن خروج فهد بن نافل قبل أيام ويتكلم عن الرواتب بأنها مسددة، كان بالإمكان نقول الرواتب لها دور. لكن إذا كانت الرواتب أيضا مسددة ولا فيها تأخيرات، طيب في خلل كبير غير رزفان. على الإدارة أن تكون شفافة وأن تطلع وتتكلم، أو إذا ما كان في شيء أيضا توجه، يعني في أشياء غير واضحة. ما ودنا نحط كبش فداء ونقول شيل مدرب وجيب مدرب يتحسن الحال، لأنه إن جبت مدرب ثاني وش أضمنك أنه كاريلو يرجع مستوى، غوميز يرجع مستوى؟ أخطاء عند زوران، في أخطاء واضحة، يعني واحدة من الأخطاء اللي مضحك إن صح التعبير، أنا أبو ضفاف كنا نتكلم فيها قبل الهواء بأنه للمرة الثانية يغير مد الله وينزل أمير كردي، يعني ظهير في ظهير، وأنت في هذه اللحظات تكون حاجة للفوز، يا تكون خسران أو أنك ما قدرت تسجل أداء. هذه من ضمن الأخطاء ما حد يختلف عليها، وفي أخطاء واضحة، لكن إيش السبب اللي وصلت الفريق لهذه المرحلة؟ بكل تأكيد ليس رزفان واحد. طيب ممكن تعطيني شوي، يعني أنا واللي قاعد يسمعك الآن يقول لك إذا المدرب ما هو المشكلة، ونزول مستوى اللاعبين ما هو مشكلة، والإدارة مأدية اللي عليها، هو المشكلة. طيب يا فيصل، يعني المتابع، ما أنا بقول لك الدقيق، المتابع العادي لما يحدث للدوريات الأوروبية بيكتشف أنه أندية كبيرة صار لها مصل للهلال، يعني من جائحة كورونا حتى الآن، مع فوارق التشبيه صح التعبير، من ناحية الدروبات، من ناحية الخسائر المتكررة، وشفناهم أندية كبيرة يعني، والكل أو الأغلب يعني أجمع بأنه بسبب كورونا تغيرت كرة القدم يعني. فأنا يعني أوعز واحدة من الأسباب لهذا الموضوع، وأثرت على أندية كثيرة يعني، بس لأنه الهلال مطالب بأنه ينافس ويكون الأول، وشفنا كيف ردة الفعل لمجرد أنه نزل من الأول إلى الثاني وهو مازال فروقات يعني نقاط. بعدين ما لازم يكون عندي لك المشكلة أني لازم أضحي في المدرب عشان أنا أعمل صدمة للفريق، انتعاش جديد، بس مش لازم أنه يكون المدرب سيء. المدرب لا حقق بطولات، بس ما دام الفريق في مشكلة الحل اني اشيل مدرب لانه هو الوحيد، ما اقدر اشيل لاعبين. لا ما يصير ما يصير الواحد في صداع وتروح تسوي له زايده، ما يصير هذا. انت عندك مشكله وروح حطها بالمدرب. محمد انت استشهدت الان في فيتوريا في بدايه الموسم، تقول اني كنت اقول انه ما هو المشكله، صحيح، لكنه مشى فيتوريا وتحسن النصر. اي صحيح، ممكن هذا يكون. لا دكتور، خسر النصر خسائر كثيره مع روحة فيتوريا. النصر ما كان يخسر مع فيتوريا بس، لا ما خسر. طيب الهلال خسر الا امام الشباب، لا خسر بس الهلال 10 لم يخسر اي مباراه حقه من راح فيتوريا، ما خسر مباراه واحده الا مباراه امام الشباب. الهلال 10 مباريات ما فيها الا انتصارين، والنصر ما خسر الا امبارح قبل الخلل وتعادلات كثيره. صحيح انا اتفق معاك، لكن الخلل يجب ان تعترف انه فني،
والإدارة يجب أن يعني أكيد أني أعرف أنه فني، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الأداء العام في 10 مباريات أو هذا التراجع، يعني كمان لولا سوء الآخرين اللي كانوا ينافسوا الهلال سواء الشباب أو الأهلي والاتحاد اللي كانوا الأقرب في فترة 5 مباريات يتعادل فيها، ويبقى هو ترى بالحظ الهلال أن بقى يعني ما تراجع بشكل كبير جدا إلا ما تحسن المؤخر، يعني سواء فسارة الفوارق كذا. فالمشكلة في مشكلة فنية واضحة، إذا أنت عندك تراجع في الأداء العام للاعبين، في الأداء الفني بشكل عام للفريق، تغييراتك أشياء تتوالى النتائج السلبية، فمعناته في خلل عندك. إيش موقف الإدارة من التردد من اتخاذ القرار؟ لأن أنا قلت قبل كذا إنه رزفان ليس سيئا لكنه تشبع، وربما بعض اللاعبين أيضا تشبعوا كرويا يعني في الموسم الحالي، ليس إنه يعني تعالي أو شيء من ذا القبيل. يعني فريق نافس في الاستئناف على الدوري، دخل بطولة آسيا، رجع دخل بطولة الدوري واستئناف وحالة الكورونا والأشياء دي، فهذه كلها أشياء في جو يعني الكورونا وجو المغلق هذا الكثير، يعني ففي تشبع، يعني واحد لما يكون عنده شيء وخلاص مستند عليه قد ما يكون محتاج انه يضيف هو حاجة. نفس تقريبا كلام المدرب إيه يعني فالمدرب انا وجهة نظري انا قلت اكثر من 3 مباريات او من قبل 3، انت رزفان هو الاقرب للرحيل، لانه واضح انه مدرب تشبع او يعني تشبع من المساله انه انا خلاص ما عندي شيء اقدر اقدم اكثر من كذا. واحد يجيب لك كاس الملك ويجيب لك بطوله اسيا وبطوله الدوري، لا وفي خلل فني في الهلال، في خلل هو سبب الخلل. بس نسمع كلام المدرب ونرجع. خلونا نسمع بعد المباراه اللي واكبها الزميل ناصر القحطاني كتغطية ميدانية، تحدث مع المدير الفني لنادي الهلال رزفان، والذي وصف وضع ما يحدث للفريق بأنه شيء طبيعي. بسأل أسئلة سريعة وجوابات بإذن الله تكون مختصرة. نتكلم ما هي أولوياته هذا الموسم؟ هو حقق موسم استثنائي، ما هو طموح الآن. If I don't answer as I want, after the situation will be misunderstood, misinterpreted. And I don't like this. بعض الإجابات. At least I have the possibility to talk and to explain. أخشى أنها تكون تساء الفهم فيها. We don't talk. أعطيني الفرصة إني أرد فيها يعني زي ما أبغى يقول. Okay, لأنه غير كذا ما حد يعني لا أعتذر منك يعني في الجانب okay. هذا لكن. Thank you. ما عندك مشكلة. طيب حنا نتكلم عن الأولويات okay. وطموحها. What are his priorities and his ambitions? Now. To fight in every game. Now we don't need just we need just one thing to be focused to fight to give the best. In the next game, as we are waiting for the group to be at in one moment all together and to have a different psychology. القتال والعمل للانتصار في كل مباراة مقبلة بالطريقة هذه، بالمواصلة على القتال والبحث حتى يأتي يعني الوقت اللي الجانب الذهني يصير أقوى في المجموعة ككل. In this situation, there is just one thing to do. في الوقت الحالي. To fight first of all against yourself. في أمر واحد يتسوى الآن، أنت كيف تطلع وتجتاز هالموقف وكيف يعني تقدر تتعدى هالمرحلة اللي أنت قاعد تعدي فيها. طيب هل يستمر الهلال بستة لاعبين أجانب عكس الأندية الثانية؟ بالنسبة له ما فيها إشكالية هذه بالنسبة لهم كمدرب؟ الهلال being with six foreign players to continue on this way, is it a problem for the coach in the contrary of the other teams? I don't want to talk about this story. This is the story where the players. That we are here with six foreigners, with Saudi players that are talented players. So when we think about the team, we don't think about this is foreigner or this is Saudi. It is a matter of being all together, as I told you, to have back our shape, our determination, our normal reactions, our because from here comes everything. If you see the team now, is playing, but we. This decisive situation, this aggressivity in decision taken. We are slow or we delay too much. And this comes from here. We have to change here. احنا ما حنتكلم عن لعيبة بالأخص أو عدد أجانب أو كذا. احنا لما نتكلم عن الفريق نتكلم عن لاعبين موجودين في القائمة إن كان سعودي أو غير سعودي. احنا نتكلم عن اللاعبين الموجودين في الفريق الآن. بالشيء الوحيد اللي نعرفه الآن هو أنه الكل لازم يعمل كمجموعة واحدة، لأنه في جوانب ذهنية لازم نقدر نطلع ونلقاها أقوى يعني من السابق. بعض الردات الفعل، بعض الإصرار، بعض الجوانب اللي كانت أقوى يعني في وقت من الأوقات، إحنا في العمل على أنه نلقى كل التفاصيل هذه في ردات الفعل، في القرارات اللي تكون أكثر حسم، لأنه قاعدين نلعب قاعدين نمسك كرة، لكن
في بعض القرارات، في بعض الجزئيات، تفاصيل التوقيت، يعني كمان كل هذه الأشياء اللي نقدر ناخذ يعني ترجح كفتنا يعني في الجوانب هذه اللي حنعمل على انه نلقاها ونلقى انفسنا في فورما اعلى يعني من السابق. محمد البريك ليش ما كان موجود في مباراه اليوم؟ ليش استبعده؟ Why was he not in the game today? Why is he Because out? He was he's one of the players that suffered a lot playing a lot of games without a preparation and his energy physically and mentally were down. So we decided to have a special week with him. Resting him for one game and also giving a better preparation for this for this time. هو واحد من اللاعبين اللي انهكته يعني كثرة المشاركات وبدون اعداد يعني كمان عدينا برنامج خاص له لانه كان يمر بوقت يعني الجانب الذهني والبدني كان منخفض جدا عنده، فهي إراحة لكن له برنامج خاص كمان للاعداد من ناحية نقدر نستفيد منه من ناحية الجاهزية وإنه يقدر يرجع يعني أكثر فريش أو جاهز، من ناحية أخرى نعدل برنامج يقدر يرجع كويس كمان. أنا تركت له حرية الوقت، الشباب مستعدين على الوقت. آخر حاجة في لقطة دقيقة 74 إذا تظهر معنا، كان في حديث ما بينه وبين مدير الكرة سعود كريري، هل كان حديث فني، حديث إداري، هل هو يستشير الجهاز الإداري؟ حديث عادي بيني وبينه، تصير في المباريات، تصير في الدكة عادي، يعني حديث عادي عن شيء كيف كان في الملعب. If I have something to hide, I don't discuss with him like this. لو عندي شيء أخبيه لما تناقشت مع زي كذا يعني أمام الملعب يعني ما في يعني حاجة عادية. شكرا زميلنا ناصر القحطاني. نشوف أرقام المدرب منذ قدومه للهلال بشكل أدق. الأرقام 72 مباراة، فاز في 46، تعادل في 15، خسر 11، ولديه في سجله مع الهلال 3 بطولات. أبو ضفاف يقول لك نتاج طبيعي أو شيء طبيعي اللي قاعد يصير لنا. أول شيء مساء الخير عبد الله، مشتاقين لك من زمان عنك صراحة. الله يحفظك. وبمسي على الزملاء والمشاهدين. شوف أول شيء نقول مبروك لضمك وحظ أوفر للهلال. اللي ما يقول أن الهلال ما هو بحالة طبيعية يكون يكابر. وأنا بعطيك بس دليلين. دليل الأول أنه الهلال لأول مرة يخسر في تاريخه من ضمك، إذن هناك وضع غير طبيعي في الهلال. الأمر الثاني أن الهلال الآن الثالث في الترتيب، وهذا أيضا أمر غريب على الهلال. إذن الهلال عنده مشكلة. يمكن دائما تعرف نحن ما نحب نتكلم فني، لكن شوف منظومة كرة القدم لا يمكن تتحملها. أنا عشان بس أعلق على فيصل، إحنا ما قلنا رزفان لوحده، بس رزفان جزء من المنظومة بالتالي يتحمل. يعني لما يجي اليوم يقول لك والله لا هذا فريق مسوي دروب ولا ارهاق ولا ضغوط، ارهاق المباراة اللي قبلها كان فايز على العين بخمسة، لما يفوز ما يكون في ارهاق ولا يكون في جهاد. انا بعطيك امثلة بسيطة، بس انا ممكن ماني فني لكن امثلة بسيطة جدا. اولا انا من وجهة نظري الهلاليين اخطأوا في الفترة الشتوية، الهلال يحتاج قلب دفاع اجنبي اخر، غير كذا مكابرة، في خلل في عمق الدفاع الهلالي واضح. يعني بجوار الكوري كان ممكن يتعاقد الهلال مع لاعب اجنبي سابع يكون في عمق الدفاع، هذا جانب. الجانب الاخر الهلال في السنوات الكثير اللي حقق في البطولات ترى ما هو دائما يحقق من الكثافه الهجوميه من الهجوم، في كثافه الوسط. اليوم رزفان لو تلاحظ هذه ثاني او ثالث او رابع مباراه يلعب ثلاثه رؤوس حربه، وهذا يسبب ترى زحمه في المنطقه. يعني جوميز ما هو في مستوى، ما هو عيب انك تسحب جوميز ويكون صالح الشهري مثلا وعبد الله حمدان. اليوم الثلاثة كلهم ما فادوا الهلال في الدقائق اللي اجتمعوا فيها. حتى حكاية انه يسحب مدافع ويخاطر بالفريق في الدقائق الكثيرة لعبها الهلال، لعب قلب دفاع واحد، ايضا هذه مخاطر الحقيقة. التغيير اللي انا ماني مقتنع فيه، شيل مد الله نزل امير كردي، وش الفرق؟ اساسا ليش غاب يعني محمد البريك؟ هو بقرار فني، فني معناته ما هو اداري صح؟ اذا فني معناته وجهة نظر المدرب. هل البريك أسوأ فنيا من مد الله ولا من امير كردي؟ لو سالت الكثير بيقول لك لا. اذا في تدخلات من رزفان انا بالنسبه لي فنيه لا تثير الاستغراب، تثير التساؤلات، ما في شك. عشان كذا اقول لك انا ما احمل رزفان، لكن فيه اللاعبين، هل هذا كارلو؟ هل هذا سالم الدوسري؟
حتى سالم على فكرة جسمانيا تحس أنه مترحل، ما هو سالم اللي فت. فعندك 4-5 لاعبين مستوياتهم منخفضة، تحديدا كاريلو، جوميز، سالم، الثلاثة هذول مستوياتهم منخفضة. إذا كان محمد البريك مرهق من باب أولى، ياسر الشهراني مرهق أكثر لأنه هو اللاعب اللي متواصل في المشاركة. ما في شك شف الهلال في خلل فني، في خلل فني، لكن أكيد اللاعبين أيضا يتحملون جزء كبير من المسؤولية، خصوصا أن الهدف جاء الشوط الأول، يعني عندك 45 دقيقة. واللي تابع ضمك على فكرة يعرف أنه معظم أهداف ضمك يا من كرة ركنية يا من كرة ثابتة، ضربات رأس. يعني مفروض أنك أنت قرأت الفريق، فبالتالي يعني أنا ما أقول أنه تقدر تمنع الهدف، لكن الهدف ضمك يسجل من كرة ثابتة. الهلال كانت زحمة المهاجمين أنا من وجهة نظري هي سبب إهدار الفرص. فالهلال في وضع أكيد ما هو الهلال. حكاية كورونا، شوف ما ودي دائما، إحنا دائما شوف كل ما نرمي نبحث عن عذر، ودائما الكثير من الزملاء مثلا يقول لك الفريق الفلاني لن تنصلح حاله إذا يتحجج بالتحكيم أو يتحجج. اليوم حتى كورونا ترى ما هي عذر، في فرق. ليش كورونا ما أثرت على الشباب؟ اليوم تصدر الشباب، عنده عناصر محلية وأجنبية، بالذات الأجنبية متميزة شايل الفريق. تتكلم عن بانيغا، تتكلم عن فابيو مارتينيز، تتكلم عن خوانكا، تتكلم عن الفردنداي، تتكلم عن إيغو المدافع إيغور. إذا أنت تتكلم، إذا كورونا ما أثرت على الشباب، الشباب الآن يتصدر. بس أنا أختلف معك فيها شوي، كيف؟ بس بسيطة، محترفين الشباب كلهم الموسم الحالي. طيب صحيح؟ الموسم الماضي لا اخوان كلام الموسم اخوان كمان طيب اوكي تكلم لعب بس تكلم طيب. مجموعه لكن الشباب اكثر فرق تضررت والفريدن دايم العام اكثر فرق الهلال والنصر والاهلي والاهلي والتعاون أوكي. هذه اكثر فرق تضررت يعني هي من الظروف اللي سايره يعني اديك اكبر دليل اليوم جيد الهلال ولا الاهلي ولا التعاون ولا النصر افضل لاعبينهم المحترفين العام السنه هذه ما هم موجودين ما في لا توانبا في التعاون لا السومة في الأهلي لا جوميز ولا حمد الله ولا مرابط ولا 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 أحد فيهم طيب كورونا أصابت الأجانب هذه الأسماء لا أنا ما أكلم في الأجانب لا الأجانب سبعة يشكلوا 70% من الفريق أوكي 70% ترى ثلاثة في انخفاض مستواهم صح انخفاض مستوى اللعيبة الأجانب أيوه حتى وليس كورونا حتى اللعيبة الأجانب نفسهم دول انخفض مستواهم أكثر بشكل كبير جدا على الفرق هذه بشكل خاص اللي هي هذا ثلاثة منافسات متتالية وفي فرق أخرى تأثرت فيها. لا أنا صراحة. أنا جزئيتي إنه لا نرمي الأمر على كورونا. يعني حتى يقول الدوري العالمي. مانشستر سيتي اليوم. مانشستر سيتي مكسر الدنيا في الدوري الإنجليزي. ما يخالف. وعلى فكرة وعانى من إصابة كورونا وعانى من كل شيء. أنا أقصد إنه. لا أنا أقصد. علينا إذا المدرب. تفضل. علينا أن نقول. ولا كورونا وين المشكلة نفس سؤال. أنا قلت أنا قلت لك الآن جزئيتي. انخفاض مستوى بعض اللاعبين وسميتهم بالاسم سالم ليس سالم كاريلو ليس كاريلو جوميز ليس جوميز يعني حتى جوميز هو تصدر هدف الدوري فيه يمكن 4-5 أهداف ركلات جزاء ويضيع فرص جدا سهلة ما هو جوميز الهداف اللي احنا نعرف فيتو ما هو إضافة للهلال بصراحة افتقاد سلمان الفرج ما في شك أنه مؤثر بشكل كبير أنا أقول لك سببين في الهلال واضحة انخفاض مستوى 5 أو 6 لاعبين واضح جدا تدخلات رزفان وقناعاته في بعض المباريات مثيرة للاستغراب بصراحة إذن ما العلاقة كورونا أنت عندك خلل واضح الخلل رزفان يتدخل بتدخلات سيئة يعني أكثر من مباراة التغييرات يمكن القريبين من البيت الهلالي يستغربون حتى فيصل يقول لك أنا ماني عارف وش الخلل في الهلال هل التغييرات اللي تمت اليوم يعني أنا ما أشوف أنها ما تنبي واحد يبحث عن فوز يعني أنت عندك 3 مهاجمين في منطقة الجزاء أصبحوا كأنه مدافعين ساعدوا مدافعين ضمك هذا الجزئية الجزئية الأخرى بالنسبة لحمد قال أنه 6 مباريات اللي من الموسم الماضي كانت مثابة إعداد صح حمد ولا إيه نعم لا أنا ما أتفق معك لسبب واحد لأن المباريات اللي قيمت 6 كانت حاسمة على صعيد الدوري وكانت حاسمة على صعيد الهبوط والبطاقات الآسيوية وبالتالي الفرق كانت تلعب باللعيبة الأساسيين ما كان فرصة لتجربة البديل المعسكر حمد وانت تعرف اني انت لاعب دولي المعسكر يعطي فرصه للمدربين لتجهيز البدلاء اليوم اللي تعاني منه الفرق ربما هو عدم تجهيز البدلاء لانه بالفعل ما كان في معسكرات اعداد للدوري
عشان كذا ما هو صحيح ان الست. انا اختلف معك، الدوري انتهى من فوز الهلال من العوده مع النصر. هذا الهلال انتهى الدوري، لا بس باقي المباريات، اسمح لي، باقي المباريات كان في بطاقات اسيويه، كان في هبوط يعني. ما انت تتكلم عن الاعداد، انا اقول لك المباريات اللي رجعنا فيها انا كمدرب اعتبرها اعداد لي. انتهى الدوري، اللي هابطين هابطين مهما عملوا. مو صحيح، أو مو صحيح. ضمك ما بقى بالضبط. والفتح طيب، والفتح الفتح انت كنت تتوقع الفتح يهبط مثلا؟ الفتح وضمك في الست جولات اللي بعد سنة كورونا بقوا في الدوري. لو طبقوا النظريه تقولها والله جربوا البدلاء واعتبروها معسكر، ربما ما هبط. ما في شيء اسمه بدلاء اصلا على فكره. المعسكر شو الفائده منه؟ المعسكر إيه؟ المعسكر مش معسكر حق البدلاء، المعسكر مش حق البدلاء، جزء منه للبدلاء، ليش لا؟ طيب. صحيح يعني. خلينا ناخذ حديث المدير الفني لضمك رازيزيتش، واللي تحدث مع زميل ناصر القحطاني عن سبب إبعاده لمازن أبو شرارة في هذه المباراة، وكذلك تفاصيل الانتصار. نتابع. ليش مو موجود اليوم؟ وهل هذه آخر مباراة له مع نادي ضمك؟ Absence of مازن أبو شرارة and is it your last match with ضمك team؟ Well, I just want to be. You see, today we are family. We are the one. He was not one of the us, and that's it. فيما يخص مازن أبو شرارة، بقول إحنا أسرة وإحنا واحد. إذا كان هو خارج الأسرة، بأكيد هو مش لا يستحق أن يكون مع الفريق في الفترة الحالية. I want to fight with the players who are ready to give everything. Mazen in this moment didn't show energy and professional attitude. He's now suspended, but in the future, who knows? Maybe he can change and show us that we can count on him. أنا عايز أقاتل مع اللاعبين اللي بتدي كل شيء للفريق في الفترة القادمة. في الوقت الحالي مازن لم يظهر الاحترافية الكاملة، لم تكن عنده الطاقة الإيجابية وسط المجموعة. في الوقت الحالي هو متوقف عن التمرين مع الأداء مع الفريق الأول. إذا في المستقبل عدل من طبعا السلوكيات ديت، بيكون واحد من الأسرة بينضم للفريق مرة ثانية. بالنسبة للسؤال الثاني، Second question, is it your last match? I don't know. This is always we have to be as a professional ready to go. My job is to do whatever I can, and I did it, and I don't regret for nothing. So this is question not for me. This is question for president and directors of the club. Rumors are there. I heard them, but I'm focused just on the football. About my players, I give all energy. We prepare the trainings. On the trainings, we work with lots of professional attitude and with the energy. After the trainings, we work hard to analyze the training. When I go to sleep, I dream about the football. So basically, I give everything, and I'm happy, and that's it. بالنسبة له كمهنة كمدير فني لازم يتعامل مع الضغوط ومع الإشاعات، وبيسمع برضو الإشاعات إن دي كانت آخر مباراة له. بالنسبة له كلام ده كله لم يؤثر على عمله بشيء، وكمدرب محترف بيدي كل شيء لفريقه، مركز مع فريقه، بيحضر للتمارين اليومية، بيحلل، بينام، بيحلم بالكرة القدم. إنما إذا كان سيقال أمس ما يستمر مع الفريق، هذا السؤال طبعا الأقدر على إجابة عنه رئيس النادي وإدارة نادي ضمك. هو مستمر في أداء عمله باحترافية كاملة، وغير نادم على أي شيء قدم فريق ضمك، وبيكمل إلى حتى إشعار آخر. مبارك للمدير الفني لضمك هذه النقاط الثلاث، بالتأكيد أحلام سعيدة اليوم، وأكبر دفع معنوي ممكن تجدوه بعد هذا الانتصار لكي يبقى صوت ضمك في الدوري للسنة الثالثة على التوالي. نغلق هذا الملف ونذهب إلى أحداث مباراة النصر والشباب، واللي ظهرت اليوم ردود الفعل من قبل الأندية، أو من تحديدا من قبل النصر والشباب. نبدأها بالبيان النصراوي واللي صدر عن إدارة نادي النصر، بيان أبرز ما جاء فيه طبعا بأنه إدارة النصر تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط، وقبل ذلك خطابا رسميا إلى سمو وزير الرياضة تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الشباب والألفاظ المسيئة، وكذلك سجلت وقوفها مع الكابتن حسين عبد الغني، وأنه ستدعم الكابتن حسين عبد الغني للحصول على حقوقه، وكذلك ترفض الادعاءات الباطلة والتي للأسف يتبناها بعض وسائل الإعلام الرياضية.
وأكدت برضو بأن نادي النصر لا زال حريصا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، فقد نافس الفريق في عدد من المباريات كسب وخسر ولم يخرج عن المفهوم الحقيقي للروح الرياضية. ختاما قالت الإدارة النصروية السؤال الأهم في صلب القضية طبعا تتكلم، لماذا إن صحت هذه الاتهامات لم يبعد حكم الساحة الكابتن حسين بعد تشاوري مع الحكم الرابع القريب من الحدث، ولماذا اعتذر إدارة نادي الشباب أكثر من مرة للكابتن حسين ومدرب الفريق؟ لذلك كله يطالب مجلس إدارة نادي النصر بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وليس كما حدث في قضية باصات الجماهير التي لم تظهر نتائجها حتى يومنا هذا. الله أكبر. هذا هو البيان النصراوي، تلا ذلك بيان من إدارة نادي الشباب. برضو قبل ما ندخل الحلقة كان في بيان لإدارة الشباب مقتضب، خلونا نقول بيان سريع، أنه إدارة نادي الشباب بناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سباستيان جونيور سيبا المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداري نادي النصر خلال المباراة التي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 13/2/21، فإن إدارة الشباب تستنكر هذا التصرف وتؤكد أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر بهذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي. طيب، بين البيان النصراوي والبيان الشبابي كان فيه مقطع فيديو نشر على حساب نادي الشباب أو ثم حذف بعد تقريبا 20 دقيقة، كان في حديث للاعب سيبا أيضا يخص هذه القضية، ولكن بما أنه حذف إحنا ما راح نعرض. نتكلم في تفاصيل هذا الأمر بشكل عام. أبدأ من عندك أبو خالد، قراءتك للمشهد بعد النهاية، شفنا أمس لقطات فيديو واليوم قاعدين نقرأ بيانات. طبعا أكون يعني صريح معك وواضح، المسألة أكبر من مسألة البيانات هذه. المسألة أكبر من مسألة يعني تبادل البيانات. رابطة المحترفين ظهرت أمس وتبنت هي استلام القضية، يعني ما نحتاج يعني ذا الكلام كله لا من النصر ولا البيان الكبير والمفصل ويشرح للجمهور، ما الجمهور ما هو محتاج أنك يشرح له صراحة. يعني أنا البيان ذا ما عجبني كثير، والبيان الشبابي يعني مقتضب أوكي وصل، لكن النصر ما محتاج هو يوضح رأيه للجمهور أكثر من هي مسألة مرفوعة ومتبناة من رابطة المحترفين. فخلينا نعترف ونقر أنه هذه القضية أكبر من مسألة أنه بيانات بين ناديين. القضية اليوم هي قضية ضبط وانضباط وأخلاقيات ونظام وسمعة بلد صراحة. هذه القضية يجب أن يحقق فيها بدقة ويؤخذ فيها قرارات صارمة، لأن هي راح تتحول إلى قضية رأي عام ما هي في صالحنا إحنا صراحة. يعني اللي في صالحنا فقط هو إيقاف أي شخص تصرفات مسيئة أو عنصرية، بالذات العنصرية، ومعاقبة أي أحد تجاوز بألفاظ تنص عليها اللائحة ودون أي تجاوز أو تباين في المواقف والقرارات. لأن أرجع وأقول اللي قلته أمس، حدث كثير من التباين والمواقف السلبية في اتخاذ قرارات سريعة وصارمة وحازمة إلى تكرارها وتماديها، والدنيا يعني ما هي سايبة لكن في إهمال في الحد من عدة قرارات فيها. فالمسألة اليوم ما هي مسألة هذه البيانات والحرب، هذا يرد وهذا بيعطي وهذا يطلع مقطع وهذا يحذف المقطع. المسألة خطيرة جدا ترى في اللي حدث، في قصة اللي حدث في الملعب واللي تبعاته من فعالات ومن ردود أفعال ومن قضية خرجت من نتيجة مباراة كبيرة بين فريقين ونقاشها وتفاصيلها وأشياء زي كذا، إلى قضية على مرمى دقائق من نهاية المباراة كانت الحمد لله ماشية بأحسن ما يكون، لا نقول تحكيميا لا نقول فنيا لا نقول كل، حتى اللعيبه كانوا جيدين صراحه في روحهم الرياضيه داخل الملعب.
كل إنسان قام بتصرف أو تجاوز يجب يوقف عند حده. جميل. أنا أقول نقطة آخر السطر، هذه القضية إذا تم التغاضي عنها وعدم يعني نقاشها بتفصيل ممل مع أطرافها ووضع النقاط على الحروف لكل من تجاوز على حسب اللائحة، فإحنا حندخل نفق آخر فلا يلام من بعدهم. أبو ضفاف، أبو خالد يعلق على أغراض العقوبة أنه الردع العام يحقق الردع الخاص، واللي صار قبل فيما مضى يفترض أن لا يعاد ويجب أن يكون هناك حزم. صحيح. أنا يمكن أقول زي ما يقول أبو خالد، الموضوع لا يخص النصر والشباب، يخص أيضا سمعة هذا الدوري، سمعة هذا المجتمع الرياضي اللي ما تعود أنه يسمع مثل ألفاظ العنصرية وهالأمور هذه مهما وصلنا من تنافس. شوف، اعتقد احنا يمكن من اكثر دول العالم تنافسنا برا الملعب بصراحه. اعطيك دليل واضح، المباراه كانت جدا جميله وانتهت، الكل يجمع الشباب تفوق واستحق الفوز، النصر سيء واستحق الخساره، وكانت الامور ماشيه كره قدم. بس احنا دائما احداثنا برا الملعب، ما ادري ليش، يعني خلقت مشكله من لا شيء. يعني فعلا المباراه انتهت 4، ما كان فيها اي احداث، لا أخطاء تحكيمية، لا عنف من اللاعبين، كانت مباراة ممتازة جدا. حصل ما حصل، هذا طبيعتنا. أنا أتفق مع الزميل محمد أنه عندما أعلنت رابطة الدوري المحترفين أنه تم رصد الأحداث، كنت أتمنى من وزارة الرياضة أن تباشر بإبلاغ الناديين بعد إصدار البيانات. تعتبر قضية منظورة، والآن الملف لدى الرابطة، وبالتالي كان من الأولى من الوزارة أن تبادر الجزئية بصراحة. لانه شوف بالاخير الناديين بيصدرون بيانين وكل واحد يرى وجهه نظر، وفي النهايه مع احترامي على هاللفظ اللي بقول، احد الطرفين كاذب، مستحيل يكونوا كلهم صحيح. من يكشف الكذب هنا التحقيق. ولكن انا اركز على جزئيه وتكلمت عنها كثير صراحه، هي فعلا تجاهل القضايا الكثيره. يمكن برجع، يمكن الزميل محمد يذكر معي قضيه حارس نجران والوحده، تذكر الى اليوم كم 15 سنه، يمكن حتى هذا اليوم لم تصدر قرارات ماذا تم في قضية حارس نجران مع الوحدة، والكل يعرف القضية الشهيرة، وضعت في درج وانتهت. ماذا حصل في قضية الحافلات أو الباصات الموسم الماضي؟ حتى هذا اليوم لم يصدر شيء. إذن أنت تدفع للتمادي في قضايا أخرى، اليوم وصلنا لهذه القضية، يجب أن تحسم هذه القضية، أن يحقق مع جميع الأطراف. وأنا قلت يمكن قبل شهر ما أدري كان الموضوع النيابة العامة، وقلت أنا يا جماعة خلونا في الرياضة، صح، بلاش نذهب النيابة العامة، احنا وسطنا جميل لما كان موضوع الحكام وشكوى اللجنه بالضبط. ايه، عمر مهنا صح، ايه، وقلت انا صريح انه لا نذهب يا جماعه للنيابه، احنا لدينا لوائحنا ولدينا القراراتنا بس لا تطبق. مو معقول انه ما في لائحه تعالج كل هذه القضايا، عليك انك تطبق هذه اللائحه على المخطئ ايا كان هذا المخطئ، وبحزم وبتغليظ، لانه بالفعل طالما احنا بتروح للنيابه العامه ولا بتروح، يعني عليك لا تتأخر. يعني موضوع الأستاذ الجوهرة، الأمير ما قصر عبد العزيز، وجه بتشكيل لجنة خلال 48 ساعة، صح؟ كم مضى عليها اليوم؟ لم يصدر شيء. بعد احنا الناس ترى تتذكر، ما هي تنسى، ماذا حدث في لجنة ملعب الجوهرة؟ اليوم أنت لديك قضية حدثت في ملعب مرسول بارك، وأنا أقول لك يا نعم أحد الطرفين يكذب، يا أما أنه في طرف تلفظ بلفظ عنصري ويعاقب، أو في لا أحد تقول انه تلفظ عليه وبالتالي يعاقب. اذا انت هنا لازم تعاقب الشخص، اللي كيف تعاقب؟ ان تحقق تحقيق دقيق جدا، وعلى الناديين ان يصمتا، والقضيه اليوم لدى رابطه الدوري المحترفين ولدى خلينا نقول حتى وزاره الرياضه يجب ان تتدخل، لانه الامر يخص رياضه وطن ما يخص ناديين فقط. لكن الصمت، انا ضد الصمت، وانا سبق كان لي راي يمكن قبل كم شهر وكثير من الزملاء انتقدوني، أنا ضد الصلح، وقالوا أنت ضد الصلح، قلت يا ضد الصلح. أي قضية أنا ضد حب الخشوم وضد المصالحة. طبق اللوائح. عدواني هالأيام. لا بالضبط، ما أدري من اللي قالني عدواني، أنا ماني عدواني. أنا لدي لائحة. في خلاف بين الدكتور محمد وفيصل، يجب أن تطبق اللائحة. عندما يظهر في التحقيقات أن الدكتور محمد مخطئ وفيصل يتنازل عن حقه، هنا المصالحة. هذا لكن قبل لا يتم. أنا أقول لا نبحث عن مصالحات ولا نبحث عن حب خشوم، تطبق اللوائح، وعندما تنتهي
اللجنة من التحقيقات صاحب الحق إذا تنازل هذا أمر جميل ما هو سيء يعني جميل. فمن عدواني لا إذا لماذا وضعنا هذه اللوائح لماذا نطالب بتطبيقها أنا استغرب صراحة جميل. دكتور أخذ معك أحداث المباراة بالتفاصيل يعني خلنا أول شيء نتكلم عن المباراة يمكن ما سمعنا رأيك البارح عن موضوع المباراة وصدارة الشباب خلنا نبدأ منها فنيا شوف في البداية مثل ما قال بضفاف يعني للأسف إن دائما الأحداث اللي تكون خارج الملعب والتصعيد اللي يعقب يحرمنا حتى متعة ما يحصل داخل الملعب أمس الشباب كان أدي أداء فني عالي حافظ على الصدارة وسع الفارق مع المنافس أدى يعني خليني أقول لك أداء فني رائع أهداف مستوى كمجموعة الشباب أمس ظهر يعني خليني أقول لك بشيء من الزمن الجميل للشباب اللي احنا نعرفه لما يعود للمنافسة كل الأمور هذه أعتقد يمكن حتى خلينا نتكلم مثلا عن الخسارة بالنسبة للنصر بأربع أهداف بعد سلسلة من الانتصارات بعد ما يعني خلينا نقول المدرب الجديد أعاد شيء من ترتيب فريق النصر يعني كان مثلا حتى الجمهور النصراوي المتابع ويهمه شأن نادي النصراوي كان بيهمه يناقش مثلا ليش خسر النصر ليش الفريق اللي يحمل مثل هالعدد من المحليين والنجوم والاستقطابات والميزانيات اللي دفعت لتعزيز الفريق ليش قاعد يخسر 4-0 في ملعبه أعتقد أن هذه الأمور كانت أهم وهذه اللي كانت داخل المستطيل الأخضر للأسف من أمس من نهاية المباراة وأنا أتفق مع الزملاء وترى نقطة مهمة حتى في ثقافة أنديتنا في التعاطي مع المشكلات رابطة الدوري المحترفين بادرت بإصدار بيان أنه خلاص بيتم التحقيق في القضية ويعلن البيانين اليوم ما لهن داعي برضو أنا خليني بس أعقب هنا بس على بيان مثلا بيان نادي النصر خذ راحتك البيان يعني احنا نتكلم الان عن تهيج الجمهور وعن توظيف الاحداث وعن الخروج خارج الملعب انا اعتبر يعني بيان نادي النصر مثلا لما تذكر انه والله العام الماضي لما هزمنا الشباب 4-0 يعني هذا ما هو بيان ما له علاقه في الحادثه انت لما تذكر احداث سابقه موجوده يعني كانك تستشهد فيها كانك تستحضرها يعني حتى لو بيجي مثلا الطرف الثاني وترى والله يتكلم بعيدا عن الالوان خلني اتكلم انا كمشجع نصراوي بقرا البيان وبيقول لي والله احنا لما فزنا العام الماضي 4-0 على الشباب طيب برضو النصر برضو صدر من يعني كان قضيه الباصات لا زالت معلقه انا اتفق انها لا زالت معلقه تصريح بتروس الشهير واللي اساء فيه لرئيس نادي الشباب لم يصدر فيه اي قرار انضباطي يعني فيها اشياء كثيره لو تخيل لو نادي الشباب اصدر بيان مماثل وذكر الحالات اللي حصلت لان كل نادي تجي عنده حالات مسجله تخصه فاعتقد انه هنا في قضيه مثلا تجاه الاساءات التي صدرت حسين عبد الغني انا ما شفت تصريح رسمي صدر من نادي الشباب يعني سمى الكابتن حسين عبد الغني او ذكر المشكله يمكن حتى خلينا نقول المقاطع اللي صورت من قبل يمكن ما ادري هم اعضاء او عاملين في نادي النصر اللي موجودين هم اللي سربوا المقاطع في كل الاحوال يمكن عشان كذا انحذف الفيديو اللي نشر انا ما ادري طبعا حذف الفيديو هذا يمكن امور خاصه في النادي الاخرى نتكلم عن المقاطع اللي نزلت بعد المباراه مباشره واللي صعدت القضيه حتى كان في يمكن بعض المشادات الكلاميه اللي مسجله من داخل المدرج لا هي رسميه ولا شيء الناقل الرسمي يمكن حتى انتم امس في الحلقه نقل الزميل عبد الرحمن والزملاء من الناقل الرسمي الحدث اللي صار واحنا نحلل الحدث اللي موجود ردة الفعل هذا الجهات القضائيه اللي موجوده اتفق تماما مع ما ذكره بضفاف يجب انه يوقع يعني اشد العقوبات وبسرعه ترى التاخير دائما في الموضوع يعني يترك فرصه لتكهنات الناس انا يعني خلينا نتكلم على السوشيال ميديا من امس الى اليوم كمية إساءات صدرت يعني بإمكانك تجول حتى على ناس المفترض أنهم يكونون يعني أكثر تعقلا في مثل هالطرح لما عندك أدلة ما عندك حقائق لا تسيل يعني لا تتهم ولا تسيل للأسف رئيس نادي الشباب تعرض لإساءات شخصية كابتن حسين عبد الغني تعرض لإساءات شخصية الكابتن سيبة تعرض لإساءات شخصية طيب هل في أدلة هنا نقول ضرورة تعجيل في التحقيق يعني أنا مفترض قضية مثل هذه اليوم الصباح تم استدعاء الأطراف تم التحقيق ووضع الدلائل والقرائن وإصدار قرارات مباشرة ليش تضمن عدم تكرار مثل لو اليوم اتخذ فيها قرار بوقت مبكر ما طلعت البيانات لو طلعت لنا خلنا نقول صفحة بنعلق على هالموضوع لو طلعت لنا شيء بسيط وقلت أنا مستكمل ترى الجميع كان يسكت عموما نروح ل فاصل بعد الفاصل سنكمل في هذه القضية من خلال بعض الآراء وكذلك التعليق على بعض الأحداث اللي واكبتها نتابع إن شاء الله بعد الفاصل
أهلا بكم من جديد متابعينا في الديوانية. نكمل ما بدأناه من رصد لأحداث الجولة 18. انفرد الشباب بالصدارة، تعثر المنافسين، مشاحنات داخل الملعب وخارجه. أبرز أحداث هذه الجولة، الجولة 18، في تقرير زميلنا زياد الأصيمي. الجولة 18، جولة الدربيات ورسم خارطة الدوري، جولة توسيع الفارق حينما انفرد الليث بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط بعد أن فاز في مباراته وتعثر منافسيه. الجولة انطلقت من الخبر، حيث حل أبها ضيفا على الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مباراة تمكنت فيها كتيبة العطوي من تسجيل رباعية بجميع الأشكال. إشكال والوان اليوم، إشكال والوان، ألوان الاتفاق. ديربي جدة، والذي أقيم في رديف ملعب الجوهرة، رفض حجازي فوز الأهلي فيه مثلما منعهم من الفوز في الدور الأول. في مدينة المجمعة الرياضية كان لقاء الفيصلي والوحدة مشحونا بين اللاعبين كما ظهر في احتفالاتهم بالأهداف، لكن نياكاتي ترك الأحداث جانبا وتفرغ للهاتف. وفي مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لم يكن عقيل بلغيث في يومه، حيث أهدى النقاط للباطن مما جعل مدربه بيسنك هاسي يفقد أعصابه بعد اللقاء. القادسية يتغلب على التعاون بهدفين، وحسن العمري يواصل التسجيل في المباراة 4 على التوالي ليرفع رصيده من الأهداف ل11 هدف. وحينما استضاف الفتح فريق العين، تمكن ميتشيل فريدي من إحراز الهاتريك وإهداء النقاط لفريقه بعد أن قلب تقدم العين لخسارة. وفي قمة الجولة كان الشباب في قمة مستوياته ليثقل الشباك النصراوية برباعية منفردا بصدارة الترتيب، لكن آثار المباراة امتدت لخارج المستطيل ملقية بظلالها على دكة النصر ومنصة الشباب. آخر لقاءات الجولة كانت في عسير، حيث تغلب ضمك على الهلال في لقاء لم يستطع فيه الضيف من هز الشباك رغم لعبه بثلاثة مهاجمين في آخر فترات المباراة. الجولة 18، جولة الرباعيات، حيث تمكنت 3 فرق من تسجيل 4 أهداف للجولة 2 على التوالي، وجولة تمكن فيها كل من ميتشيل فريدي ويوسف نياكاتي من تسجيل الهاتريك ليهدوا فرقهم النقاط 3 من سباق الدوري. هذه من أبرز أحداث هذه الجولة. على هاشتاق الديوانية الشبابين يسلمون عليك فيصل، يقولون غير راية يوم يقول الشباب ما راح ينافس، ترام زعلانين عليك. ليش قايله أنت؟ يقول لا ما راح ينافسون. كم مستبعد الشباب من المنافس؟ ما قلت كذا يا جماعة. شف انطباعات الأولية، هم قلهم هم انطباعات الأولية ما حد ياخذ فيها. أبغى أقول لك شغلة بس الأول الموسم مع الوقت صار الواحد عنده خبرة ويسوي الاجتزاد أو يركب مقطع لمقطع وتطلع أنت يعني غلطة. أول كلام متى قال المدرب السابق كان عليه ملاحظات كثيرة وكان الفريق يفوز ويخسر مثل كل الأندية يعني، وحتى أنه خرج من كأس الملك. صحيح. الكلام اللي أنا قلت الفريق قاعد يتكون، فريق الآن مخيف لكنه يتكون للمنافس على ضغوطات، من أجل ما تكون ضغوطات على اللاعبين. ما هم من بداية الموسم طلبهم بطولة وانت قاعد تجهز فريق، اللاعبين كلهم ما كملوا 3 شهور 4 شهور، أغلب الأجانب نتكلم، خلي المحليين بالإضافة إلى المحليين. المنطق وش كان يقول؟ يقول إنه إذا أنا كمشجع طلبتهم فأنا قاعد أضغط عليهم من البداية،
انت قاعد تجهز فريقهم الموسم اللي بعده يكون موسم ملحظات، لكن تاخذ مقطع بدا قبل 6 شهور و... وتترك. طيب الحين الحين خلنا الحين لا شباب مخيف ويستاهل، والشباب يعني ان اخذ الدوري فهو يعني اخذه بجداره صراحه. وماني شايف يعني صراحه في ناس قاعدين يشبهون شباب هذا بشباب 2012، لا انا اقول هذا افضل بكثير من 2012 حاليا بعد ما كان يعني بنيقة وجوانكا وبينوا في أرض الملعب، لا هو أفضل بكثير من 2012 ويستحق الشباب، وكان هم فهمونا غلط فحقهم على رأسي. دكتور بس في أيضا موضوع أنه لم يصدر من الشبابين أي تعليق، كثير يكلمونك عن الفيديو اللي نشر وحذف، تبي تعلق على الموضوع؟ أنه الفيديو نشر بعد بيان نادي النصر. إيه يقول لك أنا أتكلم وقت صدور البيان لما ذكر أنه هناك إساءات وطالت الكابتن حسين عبد الغني، انا اقول ما في شيء رسمي صادر من نادي الشباب، بس انه ما تكلم احد يعني ما في تصريح رسمي مثلا بعد المباراه او لاحد منسوبين النادي ذكر انه صارت اساءه او عنصريه من الاسم الفلاني، كلها كانت اجتهادات او خلينا نقول لك سواء اجتهادات اعلاميه او جماهيريه موجوده، لكن شيء رسمي لم يصدر. طيب ابتسم، طيب انت في المركز الاول. بس يا دكتور اللي نعرفه يعني الفريق اللي متصدر ويبي البطوله المفروض يخلي شغله على الفريق، يعني مثلا الفيديو الآن ممكن يدين اللاعب ويتوقف بسبب هذا التصرف إذا طلع الكلام غير صحيح. ولا تنسى يعني حتى بضفاف أشار إلى قوة القرارات، صحيح، لكن خلونا نشوف أول من يصدر القرارات أيضا في أرض الملعب الحكم. إذا الأحداث حدثت والحكم والحكم الرابع والملعب احنا نعرفه ملموم وما في جماهير والصوت يطلع وما شفنا قرارات من حكم المباراة، فبالتالي أنا ما أتوقع بتكون. إيه بس أنت ما عندك معلومة الآن أبو عبد الله، هل مراقب المباراة دون كلام أو دون شيء في تقريره؟ أنا كلامك شو أقول لك الآن؟ أنا أقول لك اللي قدامي، اللي بالله قدامي أنا كمتابع إذا كان في قرارات في أحداث حدثت في الملعب أول ما يطبقها الحكم، إحنا ما شفنا على اللي كل اللي حدث وفي احداث وفي اشياء دائما ترفع في التقرير من مراقب المباراه ويتخذ بها قرار لاحق. مع انا اقول لك اللي ما شافها الحكم، انا هذا الحادث اللي قدام شفناه كلنا، شفناه وصار فيه توقف وتدخل والحكام الى اخره، صح؟ صحيح. السؤال الان احنا صحيح ننتظر قرارات لجنه الانضباط، طيب اللي في الملعب الحكم ما شفنا منه اي قرار. اذا احنا نتكلم نفس الكلام اللي احنا نقوله مفترض التقرير وما دون شيء. طيب معناها ايش؟ كيف الان احنا ننتظر قرارات قويه؟ ابو عبد الله تصحيح، لانه يقول لك حكم المباراه مسؤول عن الملعب. ايوه انا عارف مراقب المباراه خارج الملعب. معليش الان انا ارجع اقول لكم، معليش ارجع اقول لكم المباراه الحدث دون الحادث، المباراه ما انتهت اثناء اللعب. عبد الله الحكم الرابع خارج المستطيل كان يقدر ينادي، اسمح لي، لا كان هو اللي عند. بس الاحداث لما سيبا وصل على دكه بدل النصر كانت المباراه مستمره ما انتهت، صحيح، وبالتالي مسؤوليه الحكم، يعني الحكم لا يزال يستطيع اتخاذ قرار. اسمح لي التقرير لا لا تقرير مراقب المباراة، بس المباراة ما انتهت، كان بإمكان الحكم الرابع أن يستدعي الحكم الساحة إذا في أحداث، صحيح، ويعطي بطاقات لأي كان. ما هذا بضبط، أنا أقول لك الآن أنا كمتابع أبسأل، أنتم تنتظرون أحداث من الانضباط، طيب أبغى جزء من هذه الأحداث الكبيرة اللي حدثت، ليش الحكم ما تدخل خصوصا لا في جمهور الان في احداث؟ معلي دكتور في احداث، صحيح، اتفق معك، كيف ما تدخل الحكم يا اخوي؟ ما يوقف المباراه و... طيب والقرارات ما عاقب احد، والقرارات ما تاخذ عقوبات، هذه ما يقدر يتخذ فيها، لان ما يقدر يتخذ سوء سلوك، ما اتخذ يا محمد هذا كلام مو صحيح، يقصد اذا في سوء سلوك حادثه صارت بعدين جاء الحكم، ما جاء الحكم وش الصعدات اللي صارت قبل وصول الحكم؟ ايش الكلام اللي صار قبل وصول الحكم؟ ما ندري منطقيا، احنا نتكلم، انا الحين اتكلم منطقيا، اعطيكم سؤال منطقي. أنا الحكم الرابع جنبي، الملعب ملموم صغير، لو في سوء سلوك حدثت أحداث ألفاظ، صح ولا لا؟ عبد الله الحكم الرابع مثلا تكلم مع الحكم الرابع، طيب وين القرارات؟ ما طلع في قرار عنده، كيف ما في قرارات؟ معنى ما في أحداث، ما في إساءات، تشاور مع الحكم الرابع. حمد ايش فيك انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو يقول انه تشاور وما معناها الحكم ممكن وصل، لو جاء الحكم الرابع وقال انه هناك حدثت أحداث سوء سلوك وجي الحكم ما ياخذ فيها قرار؟ طيب ايش دراك اللي قال العكس؟ قال له ما في سوء سلوك، هذا اللي يقول حمد، اذا مش عدل انه ما في سوء سلوك، ليش ننتظر قرار من الانضباط؟ يا ابو عبد الله انت تتكلم، انت جهت الدكتور صح؟ انا رايي ان نتكلم الان بما ننهى عنه، احنا نتكلم الان عن قضيه ما فيها معلومات،
هل دون مراقب المباراة أشياء من اللي صار؟ هل 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 فعلا الحكم ما في في عبارات صدرت ما سمعها الحكم الرابع ولذلك تشكلها لجنة التحقيق؟ هل لم يحدث اصلا اي شيء من كل هذه كلها احتمالات؟ طيب احنا ما نبني عليها لانه ما عندنا معطيات. انا ابني، لا لا بالعكس دكتور، انا ابني اول شيء على الحكم. الحكم الوحيد اللي يدير مباراة ما بيدير منه حكم ولا ما حدث. سجل شيء طالما المباراة ما انتهت ولا بعد طيب المباراة. اذا اخذنا بكلامكم ما سجل شيء صح الان لجنة الانضباط متى تتدخل في الاشياء اللي ما سجل الحكم؟ اذا قد تكون هذه من الحالات اللي ما شافها معناها الحكم. معناها بسيطه عجل معناها معناها بدل ما نقول ان البيانات اللي صدرت من الانديه الان ما لها قيمه اصبح لها قيمه. ليش؟ لان كل بيقدم ادله. لا 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 امس هيئه رابطه المحترفين ايوه الرابطه ذكرت انها بتسوي لجنه تحقيق وتتاكد من الاحداث. ممتاز. خلاص انتهى لجنه التحقيق، مو الحكم جزء منها بالعقل كذا؟ مو الحكم هو اللي يدير كل شيء في المباراه؟ صحيح صح ولا لا؟ صحيح هو جزء منها. طيب إذن الحالات اللي لا يرصدها الحكم لا تتخذ فيها أي لجنة أخرى قضائية أي قرار؟ بس أنا أتكلمك. لا بس حمد يتكلم بالداني. حمد يتكلم إيه؟ عن الجزئية اللي ما بعد انتهت صافرة المباراة. كان مفروض الحكم إذا في أحداث على الدكة الحكم إيه؟ الرابع يعطي الحكم الساحة. اسمح لي خليك أكمل. وبالتالي حتى نهاية المباراة لا يزال الحكم الرابع والحكم الساحة مسؤولين عن اتخاذ أي قرار. صحيح. هذه نقطة حمد. صحيح. طيب. بعد ما انتهت المباراة وطلع حكم الساحة اتفق معك هنا دور مراقب المباراة بس خلاص ابو ضفاف اختصر المباراة هذه. طيب انا ابغى ما اروح للموضوع، ترى الجولة فيها اشياء زينة واجد عن الحادثة اللي نتكلم فيها. استعرض جزء منها زياد، فيها رباعيات، فيها اهداف جميلة، فيها فرحة، في اثنين هاتريك وزعوا كور، يعني فنيا كانت جميلة الجولة ابو عبد الله. اكيد جميلة، يعني عدد الاهداف اللي فيها عدد كبير، نتائج كبيرة بالعكس، يعني حتى الأحداث ترى على فكرة الأحداث أيضا جزء من كرة القدم وحنا نستمتع فيها عشان يكون في أحداث خارج الملعب. لكن الملفت للنظر الصراحة إن في فرق عندها قاب كبير في الأعلى وفي فرق قاب بالأسفل، ومع ذلك حنا عندنا أيضا السنة هذه القاب واضح في الفرق بشكل عام. يعني تصور مثلا أبها يفوز على الهلال، يجي الاتفاق يفوز عليه نتيجة كبيرة ومستوى، العين يفوز ويجي يخسر من الفتح، فالنتائج كلها متقلبة في ال 15 فريق إذا استثنينا الشباب في الفترة الأخيرة والفريق اللي ربما نشوف أنه ثابت ومقدم كرة جميلة صحيح. جدا الديربي كان ناعم أبو خالد والله في الرديف عشان بطلع لك يعني ما أعطانا يعني رغم التنافس والقرب الأهلي في يعني في المركز الثاني والاتحاد ممكن يعني مباراة الدور الأول أحسن من مباراة الدور الثاني يعني كمستوى فني فني أفضل من هذا، لكن الحذر كان عالي عند الفريقين، يعني كل الفريقين كان محتاج النقاط المباراة هذه، وأنا قلت من قبل المباراة هذه الديربي إنه التعادل خسارة لهم حيأثر كثير، لكن يمكن النتائج اللي هي مؤخرا حق الجولة خدمتهم. طيب كمان خلني بأخذ جعلت الوضع على ما هو عليه. هذا الزملاء الحين يطلعون لنا انه اداره نادي الهلال تقيل المدير الفني للفريق السيد رزفان من تدريب الفريق. خلاص توقيت كل ليله، يعني المره الاولى في مع ارتفاع الموج تردد الفعل وطلع الرئيس النادي وامتص كثير من الغضب في توضيح في بعض المسائل، لكن الامر صار اصعب من هو يتحمله يعني حقيقه الرئيس النادي، لكنه انا قلت ما زلت اقول انه خلل عنده اكثر بنسبه اعلى، بعدين نسبه 30% اللاعبين بعدين الاداره، لكن النسبه الاعلى عند المدرب واضح ما عنده شيء يقدمه له، قاعد يخرج اللعيبه هو يقول لك انا في تصريحه يقول يعني نساعد نفسنا ذهنيا. طيب انت دورك ايش ودور الاداره ايش؟ يا يعني انت ما انت قادر تساعد الاداره ولا ما انت قادر كمان تساعد اللاعبين ان هم يخرجوا من هذا الاجواء، لانه عندي شوف المفروض ان لعيبه الهلال اسماء كبيره تشيل، لكن هي ما هي قادره حتى اللاعب في 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 مشكله، يا هم عدم قناعتهم بالمدرب صار وصلوا هم حتى لمرحلة أنه عدم قناعة بهذا المدرب مو قادر يعطيهم أو يغير فيهم أو يخرج أفضل ما عندهم رغم أنهم نجوم كبار، فأنا أعتقد أنه يعني هو حل لكنه حل مؤقت. تتفق معه أنت مع القرار؟ أنا قلت له قبل شوي قلت له ممكن يقال خلال البرنامج. صحيح. طيب الإدارة الهلالية فيصل بناء على ما نشر من المركز الإعلامي قررت إقالة المدرب شكره، تعيين المدير الفني لنادي الهلال تحت 19 سنة البرازيلي روجيريو ميكيلي ابتداء من تدريب يوم غد الاثنين. الله يوفقه. انت ما كنت عليك. مع القرار خلاص راح ها؟ انت ما كنت مع القرار؟ لا لا تأخذ انه معه وضد،
الواحد كان يناقش انه عنده اخطاء بس مو بكل الاخطاء يعني ما يكون هو يتحمل كل الاخطاء. صح ابو عبد الله. لا انا قلت لك يعني الفريق عنده مشكله والحل مش لان المدرب سيء، عشان انت تبحث حل نفسي للفريق الان وتبعد برضو المدرب عن الضغوط واللاعبين، فبالتالي انا مع اقاله المدرب. يعني زي واحد من ربعنا اليوم في القناه يشجع الهلال قلت له تبيهم يقيلونه، قال والله اني احبه بس ودي يمشي. نفس السيناريو هو لازم يعني في دكتور ابو عبد الله. اي هذا هو البيان. دكتور سالك حمد هل هالحادثه تجر الشباب خارج الملعب؟ يجب ان الشباب عنده 4 نقاط فرق، عنده فرصه، هو الاقرب في قائمه الهدافين، عنده لاعب قاعد ينافس في قائمه صناعه اللعب، عنده الافضل في قائمه الحراسه، عنده حارس مميز مفاجئ حتى الشبابين انفسهم. فاللي يتابع الشباب يخاف انه يكون يروح خارج الملعب اكثر مما هو في الملعب. انا اتوقع، شوف طبعا مفترض ان الاداره الشبابيه يكون هذا البيان اخر ما يتعلق في هالقضيه أو في التعاطي معها بعد أن وصلت الجهات الرسمية، وذكر هنا أنه في جهات رسمية وبانتظار اتخاذ أو التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعتقد أن الإدارة خبيرة يعني مثل إدارة الأستاذ خالد البلطان، يعني تعرف أن هالأمور إذا تطولت أو خليني أقول لك إذا زاد النقاش فيها قد تؤثر حتى على اللاعبين نفسهم. فأنا أتوقع أن الشباب عنده من الخبرة والكفاية والدراية سواء نجومه أو حتى يعني بخبرته بالمنافسة أنه يجب أنه يغلق الملف مع هذا البيان. نروح للخبر الهلالي. وبعد تحقيقه ل3 بطولات الروماني رزفان خارج أسوار نادي الهلال. خمس خسائر هي حصيلة هذا المدرب في هذا الموسم، ولكنها كانت كفيلة بأن ينهي علاقته التعاقدية مع نادي الهلال. أعطونا الإحصائية اللي كنا بدينا فيها الحلقة. طبعا 72 مباراة، فاز في 46، تعادل في 15، خسر 11، 3 بطولات من هالخسائر ال 11 عنده 5 هذا الموسم. البرازيلي روجيريو ميكايلي وهو يدرب الفريق خلال الفترة المقبلة كان يدير الإدارة الفنية تحت 16 سنة. شوف مع أن كرة القدم هي كرة قدم في كل أنحاء العالم، لكن احنا تعودنا أنه في فارق كبير بين الأوروبي والبرازيلي، وتحديدا على صعيد اللياقة البدنية وعلى صعيد سرعة التحضير في الملعب، وبالتالي بيكون في فارق كبير. لكن أحيانا زي ما تفضل كابتن حامد، أحيانا أنت تغير لأجل إحداث الصدمة. يعني زي ما مدرب النصر تحدث قال أنا ما جيت أعلم حمد الله ولا مرابط ولا بيترس كيف يلعبون، هذول محترفين. حتى هذا مدرب البرازيل اليوم هو ما لن يأتي يدرب كاريلو كيف يلعب كرة ولا جوميز، هي نوع من يعني إخراج اللاعبين من الحالة الذهنية والمعنوية اللي يمرون فيها أيا كان سببها. فهي أحداث صدمة. أنا توقعت وكنت أتكلم مع زميل محمد الدكتور أنه خلال البرنامج حيصدر قرار إقالة المدرب، واضح أنه المدرب يعني خلاص الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وجماهير لن تتقبل أي خسارة. وأنا قلت لك يا شوف في البداية قلت لك أن يكون الهلال ثالث الترتيب وأن يخسر من ضمك لأول مرة، وأنا أضيف عليها اليوم الآن جزية ثالثة، أن يخسر 5 مباريات في موسم نادر ما يحدث للهلال، إذن هنا خلل فني واضح يعني.
الآن يمكن من كثرة ترديد اسم المدرب في المباريات الماضية طال حتى الإدارة على قولتهم نقد بعد هالقرار، ممكن يخف شوي على الإدارة. نهاية تتحمل الإدارة جزء، لأن هي اللي تدير المنظومة، هي اللي تدير الفريق وتدير المدرب وتدير كل هذه المجموعة، هي اللي بالنهاية عندها القرار الحاسم. لكن أنا هي اتخذت القرار الحين هيخف عليها لا هو وضعت حل أو حد معنى صح، لأنه هنا المطالبة ليس من اليوم يعني من المباراة هذه، لكن من أكثر من مباراة وكانت المطالبات، وهي يمكن تعاملت من ناحية كإدارية بهدوء عقلانية، محاولة لتصحيح الوضع لمساعدة المدرب ومساعدة اللاعبين أيضا في الخروج من هذا المأزق، لكن وصلت إلى طريق مسدود. لكن أنا أضيف نقطة مهمة جدا، اليوم في دورينا في كثير من العجائب يعني صراحة، يعني دوري ضعيف أنا من ناحية القيادات الفنية، ما في جهاز فني حتى اللي أسمائهم جيدة الموسم هذا أتكلم تحديدا ضعف صراحة. الأجهزة الفنية 16 ليست تلك الأسماء اللي تستطيع أن تشكل إضافة كبيرة جدا، يعني حتى قلت لك مجموعة اللعيبة البارزين اللي كانوا الموسم الماضي المحترفين ولا حتى سعوديين هبط مستواهم هذا الموسم. اليوم أفضل صانع لعب هو راس حربة الحمدان، أفضل من صنع كور الحمدان، ومن ينافسون على الدوري لاعبين وسط. يعني في مفارقات صراحة عجيبة في الدوري، يعني في مثير أوكي جميلة صراحة هي في الإثارة، لكن على الصعيد الفني، على الصعيد العناصري، على صعيد القوة البدنية والفنية والعطاءات، لا في صراحة تراجع كبير جدا عندنا. أول تمرين بكرة وش ممكن يسوي المدرب الجديد؟ خصوصا أنه مدرب تحت 16 سنة يعني حاضر مباريات، أكيد المباريات الماضية كان يحضرها. لا الآن الكرة لما تقيل المدرب ترمي الكرة على اللاعبين، لأن زي ما قلت لك الآن اللاعبين الإدارة ألقت الكرة في ملعبهم، إن حنا إذا كان المدرب هو المشكلة حنا شلنا المدرب، هذا واحد. اثنين أنا أسمع بعض الناس يقول لك إن اللاعبين تشبعوا، أنا ما أدري يعني حنا ترى 16 فريق 30 مباراة، هذا الكلام مش علمي مش ومرفوض، يعني اللاعبين يتشبعون، خلى يلعب 20 مباراة إذا صار الدوري 20 مباراة، أنا ممكن مع الكاس الملك والبطولات الخارجية ممكن أقول له تشبع، لأن السنة 52 أسبوع يلعب أكثر من 50، لكن الآن إيش تشبع؟ شو التشبع؟ ما أدري يعني لعب يقصد العام الماضي واللي قبله كله قاعد يلعب. طيب أصلاً هو يلعب هواية له، أنا قاعد أمارس هوايتي اللي الشيء المفضل لي. محترف هذا كيف؟ يعني كيف تشبع؟ ليه ما بني آدم يعني هو ولا؟ إلا بني آدم بس كيف يعني تشبع؟ هو عشان محترف يصير على هو ولا إيش يعني؟ والله أنا بالنسبة لي يعني أنا والله حتى شوف في أحيانًا الفرق العالمية في الصيف معليش شوف إيه ملل الفرق العالمية في الصيف ومتشبع ما تبدأ تاخذ جولة لا بعطيك لا تكلم على لعيبتنا لا تتكلم على لعيبة مدري فين في الدوري الفلاني والدوري طيب العالمي. نفس الشيء كم تقولون عندك يعني انت ما تبي اجازه ابد؟ انت ما تاخذ اجازه يعني وصل مرحله نفسيه سيئه دقيقه بس اذا تتكلم عن الاجازه فتره التوقف اللي حدثت لحظه لا حدثت متى؟ كيف ما حدث؟ قبل ما نرجع كم متوقف؟ ما توقفوا الهلال اللي قال لك عليهم ابو خالد الهلال توقف حق الاهلي والتعاون والاتحاد لما تم اصدار قرار ايقاف النشاط بسبب الجائحه ايه وقفوا اللاعبين ولا ما وقفوا؟ يركضون ببيوتهم كل يوم ممكن يقالوا تعال بكره تمرن انا عارف انه يركضون بس انا اتكلم اللاعب المحترف لما تقول لي تشبع اقول لك تشبع من ايش؟ لاعب 600 مباراه في الموسم ما في تشبع اخر انت بخص مني في اللي يلعب اي لا عبد الله في تشبع اخر فريق لما يدخل منافسات ثلاث منافسات ويحققها معناته ان الحضور الذهني والاحمال على اللاعبين كانت الى اخر البطوله اساس يحقق البطوله غير فريق ثاني والله توقف مثلا في منتصف البطوله او تعثر او خرج اذا كانت خروج مغلوب فالاحمال اللي على اللاعبين طبيعي ان كل الاحمال حتى اللي عندك في الهبوط عليه حمل اكثر لانه بيلحق نفسه يعني الهلال العام الماضي نهى الدوري لما فاز على النصر يعني باقي المباريات اللي عنده ما عنده احمال ليش 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 كان بيحقق بطوله الدوري لازم طيب يدخل كل مباراه انه مباراه نهائيه فاز على النصر 90% انتهت المباريات اذا باقي لكن 10% لكن لما تتكلم عن الاحمال 90 يعني الاحمال تكلم على الفتح وضمك كيف رجعوا في الثمان مباريات يعني عملوا مجهود كبير في مرحله معينه في نفسيا اشياء زي كذا يمكن هو ما يقدر يعطي يعني هذه كل اعتبره تشبع اعتبره ملل طيب ساعات احنا نقول يصحح على فكره يصحح مسار اللاعب هنا مو بعض الاوقات احنا نقول ليش ما نسوي تمارين الصباح انتم تطالبون
والان تقولون تشبع، كيف تجي ذي؟ لا لحظه انت لا تخلط الاوراق ببعض عشان تطلع لي انت بالراي انه هذا موضوع مختلف، موضوع مره مختلف كليا. يعني نتكلم على حالات معينه موجوده في لاعبين، احنا ما نتكلم على 500 لاعب في الدوري جالس عنده تشبع، في مراحل معينه في لاعبين معينين لاسباب محدده يصل لهذه المرحله، بس هي ولكن هي لها عدة طرق في علاج مساعدة اللاعب في الخروج من هذه الأزمة. نحن لا تيجي تخلط عشان تنظر علي بمدري إيش فيها وهذه صح. لما أبو عبد الله لما تكون كفريق في لما كنت في الاتفاق وتطلع تشارك بطولة خارج بطولة خارجية وترجع تكمل دوري نفس الموسم اللي يكون عندك فقط دوري ولا عندك أي استحقاق خارجي. على فكرة شوف قبل الاحتراف الاتفاق في 1403 83 حقق الدوري ب 14 لاعب. لا إله إلا الله. 14 لاعب زين. وكانوا هو ولها ظروفها ولها اسبابها ولها معطيات. فكيف انك محترف لا اعطينا اسباب المعطيات ايش اللي خلته 14 لاعب بي. شوف انا شغلتي بمرحله معينه بدون ما تدي اسباب ومسببات. محمد يعني انا شغلتي انا في الحياه بس العب كوره، كيف اتشبع؟ هذه وظيفتك، كيف تشبع؟ لا هذا بني ادم ما يشتغل بطاريه ذا ولا شيء. خالد بوضح نقطه الحين، لما تقول انت موضوع التشبع هذا معناته انت تقول للي يشوف المشهد من خارج نادي الهلال هذا مدرب مميز اللي يبغى يتعاقد معاه يتعاقد معاه لانه يجيب بطولات، اللي مر فيه في ظرف نادي الهلال ممكن يخسر اي مدرب مو بس هو. ترى الاتحاد جاب له بطوله اسيا مع ريدنسكو مشوه ترى بعدها، هو ريدنسكو الجنرال كان. يعني في مدرب حتى هذا يصل لمرحله معينه ما عاد يخدم الفريق. يعني حتى صح الاسم ما اخذه، وبصراحه مدرب الهلال سوى منجز انا اعتبره يعني بالذات في بطوله اسيا منجز هذا يحسب له مثلك، لكن في مرحله معينه بس هي انت مثلك فيها. كانك تقول انه رزفان كويس ما له علاقه بوضع الهلال وبالتالي لو راح لاي نادي اخر ممكن ينجح لان لعيبه الهلال متشبعين، هذا قصدك صح؟ من الكلام تشبع لا 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 بس هو قال لا هو اتفقنا على انه رزفان يتحمل الجزء الاكبر واللاعبين يتحملون الجزء الاخر. لا حتى لو عيبته عنده تشبع يعني حتى لو راح لاي فريق بالتدخلات اللي تدخلها هذه لا حيمشي من اي نادي. طيب بالنسبه للمدربين الابرز هو مدرب طوارئ يعتلي شيخ الانديه ويوصله الى صداره الترتيب، تفاصيل اكثر يرويها لنا عمر الجراد. عهدنا عن مدربي الطوارئ أنهم يسيرون الفريق حتى وصول المدير الفني الجديد، ولكن عندما يبدأ هذا المدرب بالتألق وتقديم أرقاماً ترضي الإدارة والجماهير بل وحتى اللاعبين تكون هناك بعض الحيرة في استمراره أو استبعاده بما أنه مدرب طوارئ. كارلوس هرنانديز صاحب 36 عام، المدرب الحالي للفريق الأول بنادي الشباب والمدرب السابق لفريق فئة الشباب بالنادي، تسلم دفة قيادة الفريق الأول بعدما أقيل المدرب الفني بيدرو كاشينيا، حيث لم يقدم الأخير النتائج المرجوة منه دورياً، والذي قاد الفريق بأحد عشرة لقاء ولم ينتصر سوى في خمس مواجهات وتعادل في أربع وخسر اثنان. ولكن القشة التي قسمت ظهر الشيخ الشبابي كانت الخروج من البطولة العربية للأندية من أمام فريق الاتحاد، لتبدأ بعد ذلك مهمة الإسباني هرنانديز الذي أنهى أول لقاء له بانتصار ولم يكن الأخير، حيث لم يخسر الإسباني في سبع مباريات خاضها دورياً. وليس ذلك فقط، بل انتصر بالأربعة في ثلاث مواجهات آخرها كانت أمام النصر بعدما كسب اللقاء نتيجة ومستوى، ليرتقي بالليوث إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين بثمانية وثلاثين نقطة، لتأتي بعد ذلك المطالبات الجماهيرية بالإبقاء على الإسباني الذي أعاد للشباب عافيته الفنية. هذا حديث أو تفصيل لمدرب نادي الشباب، يمكن بعد المدرب الهلال اليوم يصير خامس مدرب من الفئات السنية، صحيح الأندية تقيل
تدفع الشرطة الجزائي لكن ما تجي تستعين بالفئات السنية. يمكن تجربة نادي الشباب الآن تشجع على الإبقاء على مدربين الفئات السنية. يمكن العين بس هو اللي غير مدربه وجاب إدارة فنية جديدة، الباقي كله من الفئات السنية. طبعا الشباب المدرب كارلوس جاء من الفئات السنية، ترى لعب 7 مباريات ما خسر ولا مباراة، تعادل مباراة واحدة فقط، معدل التهديف للشباب ارتفع بشكل كبير. خليني أقول كعادة اكتشاف بعض اللاعبين، نتكلم مثلا عن التوظيف الصحيح مثلا لجوانكا، سيبا كذلك اللي عاد بعد الفترة الشتوية، والأداء اللي طبعا احنا قاعدين نشوفه الآن، أعتقد أن المدرب يعني أدى أداء جيد. ويمكن حتى في البداية كان في نقاش حتى بين الجماهير الشبابية أنه هل ثمن الاستمرار للمنافسة على الدوري لابد إحضار مدرب كبير أو غيره. أعتقد أنه اليوم كارلوس قاعد يقدم نفسه بالأرقام كمدرب يعني مناسب لهالمرحلة على الأقل لنهاية الموسم. أعتقد العين والوحدة بس هم اللي جابوا من خارج الفريق. لا الوحدة لا مساعد. مساعد. الوحدة برضو مساعد. مساعد. يعني وصل أقل المدرب. أي. صار هو المدرب. العين. صار هو المدرب. يعني ما عندنا أحد. ترى المدربين عندنا ما شاء الله تبارك. ما عندنا أحد غير إلا العين. الباقي كله يستهدف. لأن عندها سببين. السبب الأولى أعتقد الحوكمة. يعني الأمور المادية أدخلتهم. والموضوع الثاني السبب اللي ما يحب أبو ضيف كورونا والسفريات والتنقلات. صادفت أكثر من نادي. هذا يعني مدرب العين وصل ما منعته كورونا. الشباب يعني تكلم فيها إنه ما قدرنا نستقطب. فترة توقف يعني بعد ما قال مدربه. لا هي سببت لخبطة يا بضيفها. ما أدري. على جميع الأصعدة سببت لخبطة. يعني شو اللي من ناحية ما أشوف كورونا منعت مدرب ديبورتيفو ألفيس في إسبانيا إنه يصل يدرب. لا أنا أقصد سببت لخبطة على حياتك، فما بالك بالحياة الكروية. أنا أقصد يعني الآن إحنا الآن لنا مثلا أسبوعين مسألة الطيران متوقف. ترى أنا لو بداية كلام إيش قلت؟ أنا قلت لا أنكر تأثير جائحة كورونا بس. طيب. انت عندما ترمي الاسباب على هذا الشيء معناته انت لن تصلح حال فريقك ايا كان هذا الفريق. انا هذا اللي اقصد. أي. بس انا اقول انه يعني لا يعني كورونا لا تمنع، والدليل انها ما منعت ايجالو لاعب الشباب انه يصل، ولا منعت لاعب ليك جيمس هذا هداف الدوري النرويجي ان ياتي للقادسيه. ما منعت كل كورونا، هذه كورونا موجوده في كل دول العالم، فلا نخلي كورونا هي الشماعه اللي تخلي خلل في هذا المدرب أو في ذاك اللاعب. لا هناك خلل عمل فني من المدرب. لا اليوم عدواني بضفاف فعلا. كيف؟ أنا ما خبرتك عدواني ويقمع الآراء برضو فيك شيء. لا ما قمعت آراء. أنا أقصد لا بالعكس أنا لا أقمع الآراء. أعطونا أرقام مدرب الشباب خلينا نشوف يعني هالأرقام ممكن تنصف هالمدرب اللي يعني الشبابيين كثير طالبوا أن المدرب يرحل، قناعتهم بوجود لاعبين. 7 مباريات فاز في 6 تعادل في 1 ما عنده خسائر جايب 20. هذا يؤكد أن كرة القدم لاعبين في المقام الأول. لأن لما نشوف النتائج اللي تحققت في الشباب ولا في النصر الفرق اللي غيره، أنا أعتقد أن الرهان في كرة القدم يبقى على اللاعبين. بس كان نفس اللاعبين مع المدرب السابق. نعم. وكان توظيف. أيوة أنا شقد أقول لك، بس التجربة هذه اللي الآن تتحدثون عنها أن نجيب مدرب كبيرة وصغيرة وشباب وذا في المقام الأول. أنا قلت لك بس أبو عبد الله سوى تغيير أيوة. جذري. أيوة في موضوع جوانكا يعني مع المدرب الأول ما كان صحيح. ممكن في مدرب يعطي اللاعب شكل ثاني، زي الآن نشوف مدرب النصر قاعد يطلع حمد الله برا الصندوق وهو لاعب خطر خالص. قناعات مدربين يبرز لاعب ومدرب يخفي لاعب وهكذا يعني. بس أنت مقتنع أنه ما في مدربين كفاءة تدريبية عالية في الدوري السعودي ولا لا؟ لا في من رأيك ترى حمد الآن بعد الموسم الحالي. الموسم الحالي يعني. الموسم الحالي يعني انتهى، وكان رزفان ممكن واحد من المدربين اللي بشكل عام أنا أشوفه. إيه لكن بشكل عام لا أتفق معك يعني. بس برضو نرجع نقول إن هذه دليل على إن كرة القدم في المقام الأول لاعبين توفقت فيهم ممكن إنك تنجح. المدرب له أثر بسيط في التوظيف، اختيار الأسماء، الطريقة، الأسلوب، القراءة، تبديلات. أبختلف مع أبو عبد الله إن سمحت. لاعبين عندنا أمثلة كثيرة أنهم كانوا مميزين الموسم اللي بعده كانوا سيئين. طيب هو اللاعب مميز ليش صار سيء؟ معناته مو بلاعبين، هي منظومة. يعني إذا تأخرت عليها بالرواتب صاروا سيئين. إذا ما تعاملت معهم كويس صاروا سيئين. معناته الإدارة لها دور. لا لها أمور كثيرة. يعني هي منظومة متكاملة. لا إذا اللاعب سيء الحالة لها أمور. لا ما كان سيء يعني. هو جاء ممتاز مثل حمد الله مثل جوميز. الآن هم سيئين.
طيب اكيد في اسباب ثانيه. صحيح. يعني مو بمعناته اللاعب اذا صار سيء معناته من نفسه. لا بس اكيد في جوميزي لعب المدرب مهاجم من هو نفس مكانه، ولا بعدين هو حل هداف 12 هدف، المستوى سيء يعني مقارنه بموسمين الماضي. طيب الان السؤال، احنا جبنا هالكلام كله على مدرب الشباب وجايب هالارقام، والفريق اليوم في الصداره واستلمه هو في المركز الثالث، يستمر ولا لا؟ 12 مباراه ما ندري يعني ايش ممكن يصير. صحيح. نتائج عمله هي اللي حتبقي المواسم جايه تخلي الشباب يقتنعوا. لو كنت رئيس نادي الشباب انا استبعد الفكره دي، انه استبعد يعني هو جاء في ظرف معين ربما للموسم هذا. اي لكن تظل ايا كانت نتائجه، انا هذا وجهه نظري بس ممكن هم لهم قناعات مختلفه. اي انا اقصد وجهه نظرك انت. اي ما دام هو في 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 في, في داخل فك مدرب شباب يعني مهما حقق من نتائج خمسة في الفئات السنية موضوع فلوس. اي طبعا ما يحتاج. واضح اصلا انا اتفق معك فيها الحين 90% من اسباب يفكروا الحين الادارات من السبب عدم اقاله المدربين او التعاقد مع المدربين هي شهاده الكفاءه الماليه والحوكمه بشكل عام. وكل انديتنا متخصصه باقاله المدربين والتعاقد. بس السؤال انا بسال الدكتور، هذا مدرب فئات سنيه في الشباب صح؟ مدرب كم مدرب براعم في الهلال وبعدين فئات سنيه في الشباب؟ اي مرحله في الشباب؟ شباب. ايوه الان من يدرب شباب الشباب؟ هذا السؤال مهم. والله اعتقد ان احد الجهاز الفني موجود، لكن لا الاهم منه هل شباب الشباب يعني في منافسات تحتم انه يبقى مدربهم؟ لا بس السؤال اذا كان هذا المدرب في منافسه يعمل عمل جيد في الفريق الاول، وش وضع الشباب عنده كفاءه فنيه، حيخسر فريق ذره الشباب، وبالتالي هل سيستمر بالفريق الاول او يتم التعاقد مع جهاز اخر ويعود للشباب؟ يعني انا لا اتوقع انه سيعود لتدريب فئات سنيه، انا اعتقد هذا ممكن يجد عرض من نادي اخر. الآن أول كان يدرب مدرب ومساعد مدرب ومدرب حراس، الآن شفنا ظاهرة في كل شيء، أجهزة فنية 6-7 مدرب ومساعد أول مساعد ثاني فيديو. وقارئ خطة وقارئ فني، واحد في المدرج وحمال في كل الفئات يعني أرزاق ذي يعني أنا ما أدري أرزاق هذه يعني البهرجة هذه أنا مو بعجبتني الصراحة. طيب أنت دكتور لو كنت رئيس نادي الشباب هل يستمر مدرب الموسم المقبل ولا التعاقد؟ طبعا أنا قبل أكون رئيس نادي الشباب رئيس نادي الشباب صرح سؤال هالسؤال في اللقاء اللي مع المركز الإعلامي، قال نهاية الموسم قال نحن حنقيم عمله في المباريات هذه، إذا حقق نتائج إيجابية ممكن نستمر عليه نهاية. بختم بهالسؤال وأبغى لغة الأرقام، كم يوم ممكن تعطي اللجنة حتى تبت في الموضوع اللي قاعد يصير اليوم بين الشباب والنصر؟ اللي أتمنى 48 ساعة كحد أقصى. أبو خالد نهاية الأسبوع يكون يعني لازم في أطراف وفي تقارير بأقصى حد. أنا أتكلم يعني اليوم سمحنا إيش إحنا اليوم من اليوم الاثنين يعني ثلاثة قبل بداية الجولة الجولة تبدأ الأربعاء مفترض قبل بداية الجولة. أبو عبد الله متى المفترض نسمع خبر؟ والله المفروض ما دام اللوائح موجودة المفروض الليلة. فيصل أنا متوقع بكرة تطلع النتائج. شكر لكم جميعا حضوركم، شكر لكم آراءكم، وشكر موصول لكم أيضا متابعينا. طبعا نقول يوم غد إن شاء الله موعد جديد مع الديوانية، وفي الختام تذكروا بأننا اجتهدنا من أجل إرضائكم ونأمل أن نكون اجتهادنا مرضيا لكم. استودعكم الله، تصبحون على خير.